بهذا الموضوع احمد حسن مكي، هل بالفعل في مفاوضات مع النادي الاهلي ولا مفيش مفاوضات؟ احمد حسن مكي عايز ايه؟ هو كان معايا هنا طبعا لو حضراتكم تتذكروا من اسبوعين او ثلاثه، وقال ان في مفاوضات ولكن توقفت قليلا، وان هو عايز يروح النادي الاهلي. خلينا نعرف منه هل الكلام ده صحيح، هل بالفعل في مفاوضات، هل بالفعل هو مضى للنادي الاهلي، ايه اللي هيحصل؟ خلينا نعرف من احمد حسن مكي نجم نادي حرس الحدود السابق ونجم اهلي طرابلس الحالي. والله اعلم بقى السنه الجايه هيكون فين. يا مكي ازيك؟ كابتن اسلام عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. الله يخليك. انت في القاهره يا مكي؟ ها في القاهره، موجود في القاهره. الحمد لله على السلامه. واخبار اهلي طرابلس ايه يا مكي؟ تمام والله كابتن. يعني طبعا احنا كان الدور الاول انتهى من حوالي تقريبا شهر ونص كده، وكان في توقف فتره عشان منتخب ليبيا كان داخل بطوله افريقيا المحليين. فعشان كده الدوري كان متوقف، وتقريبا ان شاء الله الفتره الجايه ديت يعني خلال تقريبا اسبوعين الجايين الدور الثاني هيبدا يعني. والحمد لله يعني الفرقه فنشين اول مجموعه والحمد لله، وكان عندنا مباراة من حوالي 4 أيام في تونس في بطولة الكونفدرالية، والحمد لله يعني تعادلنا 1-1، والحمد لله يعني الفرقة ماشية بشكل كويس. وأنا طبعا يعني بتمنى إن شاء الله إن أنا يعني أقضي الفترة الجاية كمان أحسن من الفترة اللي فاتت، وربنا يوفقهم إن شاء الله ووفقني معاهم، وحاول ان انا احرز بطوله معاهم ان شاء الله في الفتره الجايه. مكي، سؤال مباشر، هل في مفاوضات حاجه بتحصل مع النادي الاهلي خلال هذه الايام، ولا لسه الموضوع مش واضح؟ بص يا كابتن، يعني هو طبعا في ناس بتتكلم كتير في الموضوع، حتى في الاعلام وفي المواقع وكده بتكلموا في الموضوع دوت. نعم، هو الموضوع طبعا يا كابتن كان بدا من اول الموسم، كان في كلام عن النادي الاهلي وكده. نعم، وفي نفس الوقت حصل برضه كلام من نادي اهلي طرابلس. فطبعا النادي الحرس كان حابب ان انا اروح يعني اعاره، ما يسيبنيش في الفتره ديت بيع وشراء وكده، يعني النادي الاهلي كان عايز يبيع وشراء وكده. فالنادي الحرس يعني وافق ان انا امشي اعاره لاهلي طرابلس اعاره سنه. والفتره ديت يعني في كلام فعلا من النادي الاهلي وكده، بس طبعا انا مش ما اقدرش يعني احدد اقول انا خلاص رايح النادي الاهلي او مش رايح، لان طبعا انا لسه في عادي مع الحرس لسه باقي سنه. فطبعا لو في اي حاجه هيبقى عن طريق النادي، حضرتك اكيد عارف يعني ان انا تمام. طبعا شرف ليا طبعا انا اروح النادي الاهلي، وشرف لاي لعيب ان هو يروح النادي الاهلي. نعم، بس طبعا القرار مش في ايدي دلوقتي يعني. بس ولكن لو القرار في ايدك هتروح النادي الاهلي؟ اكيد طبعا يا كابتن، النادي الاهلي طبعا انا متربي في النادي الاهلي، و نعم، قعدت حوالي 5 سنين في النادي الاهلي في الناشئين وكده، وطبعا ده بيتي وشرف يعني ليا بصراحه يعني. تمام. طب مكي، مين كلمك تحديدا من النادي الاهلي خلال هذه الايام؟ والله كابتن اسلام يعني انا مش يعني معلش انا مش عايز اتكلم في الموضوع دلوقتي طبعا، يعني لان طبعا بيبقى في كلام حضرتك عارف ان طبعا ما ينفعش ان انا اقوله او كده قدام الناس غير لما الموضوع يتم بشكل نهائي يعني. نعم، وان شاء الله يعني لو في اي حاجه اكيد ان شاء الله هيبقى حضرتك اول ناس. طبعا لكن انا عايز اسال مكي، يعني هل الامور ان شاء الله، يعني عايزين نطمن جمهور الاهلي، جمهور الاهلي بيسالني كتير جدا. هو ان شاء الله يعني الموضوع دلوقتي ماشي في حته الماده بس، يعني النواحي الماديه بس. بالنسبه لك ولا بالنسبه لحرس الحدود؟ بالنسبه لحرس الحدود لا بالنسبه لي انا عارف، بس انا بحاول اشرح بس للناس. اتفضل. لا بالنسبه لي انا ما عنديش اي مشكله في النواحي الماديه، بس طبعا بالنسبه لنادي الحرس هم طبعا من حقهم ان هم يطلبوا فلوس، وهم تقريبا يعني انا كنت قعدت مع اللي هو عبد الحكيم واتكلمت معاه وكده، وقلت له ان انا رغبتي ان انا امشي وكده، يعني انا قعدت حوالي 8 سنين او 7 سنين في الحرس. نعم، فشايف ان انا في الفتره ديت يعني احسن وقت ان انا امشي فيه وكده، والناس وقلت لهم ان دي رغبتي وكده، والناس ما كانش عندهم اي مانع ان قبل ما عندناش مشكله طالما انت عايز تمشي وكده، احنا مش هينفع يعني نجبرك على حاجه. نعم، والامور دلوقتي ماشيه في حته الناحيه الماديه بس مش اكتر، ما بين اداره النادي الاهلي واداره حرس الحدود. تمام. طيب يعني طبعا مكي انا شايف ان انت من حقك، لان انت جبت 3 بطولات لفريق حرس الحدود الحقيقه، يمكن 3 بطولات الوحيده اللي دخلت فريق حرس الحدود خلال الفتره اللي فاتت، يعني من حقك انت عملت للنادي، فمن حق النادي ان هو برضو او من حقك على النادي ان هو يدي لك حقك اللي انت محتاجه يعني خلال الفتره اللي جايه. انا اتكلمت
نفسي يا كابتن. نعم. ده اللي انا اتكلمت فيه مع رئيس النادي، قلت لهم انا يعني ثلاث بطولات زي ما حضرتك قلت يعني كنت مشارك فيهم، ويعني كل النهائيات انا محرز يعني حرزت اهداف في النهائيات كلها، وكان ليا دور يعني كبير في البطولات دخلت النادي. وقلت لهم ان انا يعني حاسس ان انا خلاص مش هقدر ادي النادي تاني، لان حضرتك عارف اللعيب بيبقى بيجي له وقت يا كابتن وبيبقى محتاج بقى ان هو يلعب في نادي طبعا جماهير وليه شعبيه وفي الاكثر ان النادي طبعا بيلعب بطوله افريقيا وحتى لان شايف الدوري هنا. طب مكي مش خايف من مستوى اداء النادي الاهلي خلال الايام دي؟ والله كابتن ده طبيعي، يعني انا شايفه طبيعي. النادي الاهلي بقى له فتره يعني على قمه الكوره في افريقيا وبياخدوا كل البطولات ما شاء الله في ظروف برضه صعبه، فده وارد. وطبعا الاصابات اللي النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده كتير في النادي الاهلي مصابه، ده طبعا بتاثر على اي فرقه. لعيبه صغيره لعبوا كتير يعني برضه لسه محتاجين برضه وقت شويه ان هم يكتسبوا. لعيبه كويسه جدا وكل حاجه، طبعا محتاجين ان هم يلعبوا ماتشات كتير عشان ياخدوا الخبره وكده. فانا شايف ان ده طبيعي يعني للنادي الاهلي، واعتقد ان الاصابات الناس المصابه لما ترجع هيبقى النادي الاهلي شكله متغير يعني ان شاء الله. مكي يعني انا مره سالت عمرو زكي، قلت له عمرو لو جالك حد غير نادي الزمالك هل هتروح؟ قالك لا، الاسماعيلي لا، الاهلي لا. هل انت لو جالك عرض اخر غير الاهلي هتوافق عليه خلال هذه الايام، لان انت عارف ان الشهرين ثلاثه اللي جايين دول ممكن يحصل فيهم اي تغيير؟ والله كابتن انا يعني بصراحه ما جاليش اي عرض يعني السنه دي. نعم. من غير يعني من انديه ثانيه في مصر. نعم. فساعتها ممكن يعني ساعتها هفكر، لو الامور توقفت عند حاجه معينه ممكن ساعتها افكر، بس انا ما يعني ما اعتقدش ان انا كابتن ممكن اغير رايي او اي حاجه. ان شاء الله الامور لو انتهت على خير، بتمنى يعني النادي ينتهي على خير ان شاء الله. متوقع، معلش يا مكي اخر سؤال، متوقع ان انت الموضوع ينتهي في خلال قد ايه؟ والله كابتن بص يعني هو الموضوع انا طبعا الموضوع حاسس ان هو قدامه يعني مش هيبقى كتير عن شهر، يعني هيكون في خلال شهر يعني. ان شاء الله الشهر ده باذن الله. تمام، اشكرك يا مكي على وجودك معانا. مكي الحقيقه لو راح النادي الاهلي اعتقد ان هو هيكون صفقه رابحه.